يلا شوية الجو حار يلا مشوا نخوض. الجو مثل ما شفت درجة الحرارة عالية، الجو حار، يعني شو نسوي؟ ماكو بديل، لازم نتحمل أصحاب عوائل إحنا، ويعني ماكو أي بديل أستاذي العزيز، إحنا نتحمل هذا الجو في سبيل نعيش عوائلنا، نعيش أطفالنا، عندنا أطفال، يعني ما متوفر لنا أي شيء غير هاي العمل اللي هو بهالجو الحار هذا. اكيد يصير عندنا حالات اغماء، مرات يطيحون عندنا اشخاص نوديهم المستشفى، لان الجو كلش حار، يعني ماكو، يعني اليوم درجه الحراره تقريبا فوق ال 50، الجو ما يساعد يعني، بس انت ماكو ما لك اي بديل، يعني ما عندك غير انت هاي العمل تشتغل به. يعني تدري انت البصره بارده اليوم 46 درجه الحراره، فهي السياره شلون تتحمل؟ يعني انسان ما جاي يتحمل وهي حديد، يعني شو تريد تصير؟ فجاي تصعد الحراره فوق النص ما جاي تتحمل، يعني رغم انه يعني اكو منظومه تبريد بالسياره بس ما جاي تقاوم. الجو حار لازم نتحمل على مود رزقنا، والسبالة تدوم تعطل بهيش أجواء حارة، فنتحمل هاي الشمس والحرارة بعد على مود الرزق. الطلبيه مات السبلت، الاجواء السبب الاجواء الحاره عندنا، يعني توصل عندنا درجه الحراره ما يقارب 60 55، فيكون تزايد على اطلاب السبلت. عاملين بالعمال البناء، اصحاب البسطات، اصحاب العربات، انه دائما يكون هنالك كل ما يكون ظل كل ما يكون افضل. درجة الحرارة كل ما كانت أعلى، مثلا هي تصل إلى 47 وتصل إلى تتجاوز 50 أيضا، فلذلك يكون هنالك إعياء وفقدان في السوائل. ننصحهم بشرب الماء الكثير.